رجعنا لكم مشاهدينا ومع بشاير الاحتفالات باليوم الوطني بدأت تهل علينا من ترتيبات وتجهيزات تستعد لها كل الجهات وكل الناس بمختلف أعمارهم. طبعا مناسبة غالية على قلوبنا فيها تعميق لمعاني نعمة ووحدة الوطن تحت ظل قيادتنا الحكيمة، وللاحتفال بهذا اليوم هناك أداب وقواعد عامة علينا جميع اتباعها بنتكلم عنها إن شاء الله مع الدكتورة هيا المعضادي استشارية تنمية بشرية. رحب فيك دكتورة. يا هلا ويا مرحبا فيكم، الله يسعد صباحكم ان شاء الله. الله يسلمك دكتوره. كثيره هي المعاني اللي نشعر بها تجاه الوطن، يعني من عزه، من فخر، من انتماء، ايضا ولاء واعتزاز. شنو اهميه استشعار هذه المعاني في ظل يعني تاريخ 18 ديسمبر ان شاء الله؟ طبعا كل سنه ان شاء الله وقطر بخير وهالقطر بخير. أمامي. قيادتنا بخير ان شاء الله. وفعلا الاحتفال بهذا اليوم هو رمز، احنا كلنا نحب قطر وكلنا نفتخر فيها، لكن وجود مثل هذه المناسبة هي عملية تحفيز وتجديد للولاء، تجديد للانتماء، تجديد للتعبير عن الحب، تجديد لتقديم الأفضل لهذا البلد الذي يستحق الأكثر منه. فهي كل ما سويتيها اليوم هو رمز، رمز ل خطوة سابقة وخطوة قادمة، ماذا قدمنا سابقا وماذا سنقدم مستقبلا. أعتقد جدا مهمة، احنا كلنا نحب قطر ونحب وطننا، لكن لو مرت السنين كلها بدون ما يكون في يوم يمكن ما تشحد الهمم، لكن اليوم الوطني أعتقد أنه جدا مهم عشان احنا نستعد أيضا للقادم. نعم دكتورة، هي يعني كثير من الفعاليات تقام وكثير من الاحتفالات، شنو واجبنا احنا كمقيمين مواطنين في هاي البلد تجاه هاي الفعاليات والأنشطة؟ نعم. اللي تصير طبعا اللجنة المنظمة لليوم الوطني مشكورة، قامت بجهد جدا كبير سواء السنوات اللي فاتت، وعملت لنا نقلة النقلة لمفهوم اليوم الوطني. لم تنحصر الآن الاحتفالات على فقط هذه اللجنة، ولكن أصبحت تشارك فيها سواء المؤسسات أو الأفراد أيضا، كل يعني وفي ذلك فليتنافس المتنافسون في التعبير عن حب قطر. ما هو واجبنا احنا كمواطن عادي؟ انا مواطن عادي ممكن اقعد في البيت واشغل التلفزيون واتابع واحس بهذه المشاعر الجميله، وبعدين لماذا لا تكون جزء من هذا الحدث؟ لماذا لا تخرج من البيت وتشكل هذا الحدث؟ تشكل الحدث في الاحتفال، في الاستشعار. كلنا ممكن نقعد في البيت، ممكن نشوف التلفزيون ونستشعر هذا الحب، لكن أنا ممكن أشارك بأشياء، ممكن أشارك بأعمال، ممكن وأنا خلال الفعالية حتى يعني ابتسامتي، حضوري. مثلا لو قلنا على سبيل المثال الاستعراض العسكري، ومروا العسكريين وأنا واقفة وابتسمت لهم أو حييتهم، صح، كان أقول له شكرا، مشاركة، أقول له شكرا. فما نقدر احنا نكتفي بنحن نقعد في البيت ونقول خلاص. وأنا أعتقد يمكن شيء جدا جدا مهم في عملية المشاركة، كيف أظهر لهذه القيادة حبي؟ نعم. من خلال المشاركة. شلون؟ أنت طلعت من بيتك ومستعد، مزين سيارتك، أنت لابس كذا وطالع كأنه يوم عيد، يعني كأنه يوم عيد أنت طالع فيه ومستشعر هذا الإحساس، وكل حركة راح تمر عليك وكل منظر راح يعزز عندك هذا الشعور. في نفس الوقت انت اذا كنت متلقي ايضا رد فعلك بيكون على الناس اللي قايمين بهذا الجهد كانك تقول لهم شكرا، كان احنا نقول انت دعيتني وانا لبيت لك الدعوه. نعم. دعيتك ولبيتني الدعوه. اهم شيء في هذا الشيء السلوكيات الحضاريه اللي بتطلع لي في هذا اليوم. بالضبط، سلوكياتك الحضاريه اللي تثبت فعلا انك تستحق هذا الحدث. انا عملت لك هذا الحدث وحطيت لك حتى في موقع ورتبته وزينته وكل حاجه علي انك انت تجيني، لكن ايضا حافظ على هالمكان اللي انا زينته، حافظ على جماليات هذا المكان. لو انا دعيتك دعاء انت وحصلي عرس عندي حفل زواج، ودعيتي دعيتك وجيتيني طرشت بطاقه وجيتيني، وانت قمتي بالواجب معي وفرحتي معي وطلعتي من المكان وهو نظيف. في فرق لما تطلعين من عندي وانت اسأتي الادب، نعم. عفوا، أو يعني سببتي بأي نوع من أنواع الرمي أي حاجة في المكان. نعم. أنت ما لم تحققي هذه الدعوة، لم تردي لي الدعوة بطريقة أفضل، أنا أكرمتك فهل أنت أكرمتيني؟ فهذه فعلا موضوع السلوكيات الحضاري، السلوك الحضاري أثناء الاحتفالات. نروح نشارك لكن بكل رقي، بكل رقي، هذا هو السنع الحقيقي. نعم. أنك أنت تشارك في الاحتفالات وإلا أقعد في بيتك وشاركنا في التلفزيون، لكن خليك إنسان حضاري تليق بهذا اليوم، قطر تستحق. صح.
نعم، يعني على طاري اللي هو السلوك الحضاري اللي يعني الفرد المفروض يعني يتحلى به، هناك في مبادرات فردية يعني من الأفراد يعني ممكن يقومون فيها في هذا اليوم. يعني شفنا مثلا العام مبادرات جدا حلوة في مسألة أن في ناس كانت تنظم السير، نعم. يعني أنا هذه شوف عيني، نعم. أو في ناس كانت أيضا يعني بعد اليوم الوطني وفي مؤسسات شاركت في هذا الموضوع، نظفت الشوارع، نظفت الشوارع. نعم. 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 جميلة جدا، هو هذا الإحساس، بيتي أنا، صح. وتخيلي الحركة اللي عملوها هذه واللفتة الجميلة خلتنا فعلا نحس أن كلنا بيتنا، هذه كلها بيتنا. نعم. يعني قطر كلها بيتي، لا ترمي أي حاجة، هي كلنا بيتنا. أنا لو عززت هالقيمة عند ولدي أو الطفل عندي وعززت عند عيالي، بنحافظ على قطر كلها نظيفة وجميلة. صحيح. فعلا. خلينا نتكلم عن علم قطر. علم قطر هو العلم الوطني ورمز سيادتها، وهو من أهم الرموز الوطنية المتداولة في الاحتفال. شلون يمكن نتعامل مع علم قطر في ظل هاي اليوم، اليوم الوطني، وهو طبعا يعني أشكرت. العلم يرفع في كل مكان. أشكرت. دكتورة تنهدتي. أتنهدت فعلا لأنني موضوع العلم وبروتوكول العلم، نعم. وحرمة العلم جدا جدا يعني يعني قلبي يعورني لما أتكلم عنه. بقول لك ليش. إحنا ندرب على عملية البروتوكول وبروتوكول العلم، وبروتوكول العالم معناها قواعد وأبجديات التعامل مع العلم. له حرمة العلم، حتى وانت في تحية العلم. نعم. الآن اللي شفتوه مع المدارس تحية العلم صار جدا مهمة، وعلى أيام مسابقات رفع العلم ترفع معها همم. وأثناء تنزيل العلم تنزل الرؤوس. ليش؟ لأنها العلم لما ينزل معناها يعني تكون مذلة لك، فكل ما ارتفع العلم فوق معزلنا احنا. في بروتوكول للعلم، نعم. او قواعد السنع والاتيكيت في التعامل مع العلم. انتم عارفين ان العلم له قواعد عالميا دوليا في المناسبات الرسميه، وله في الجهات الرسميه شلون تستخدمه، نعم. وله حتى في استخدامنا احنا على مستوى الشخصي. يعني احنا عندنا اول كانوا يحطونه لما يجي حد الحج، من الحج يحطونه، نعم. حتى الان في احتفالاتنا باليوم الوطني نحطه، بس نرفعه وين؟ اعلى شيء في البيت نحطه. صحيح. صح صح، ما نقدر نحطه تحت لأنه يمثل قيمة. أصلاً العلم إيش معناه؟ هو رمز، هو قيمة. شلون نتعامل معه؟ شلون نتعامل الاحتفالات؟ في المؤسسات، خلينا نرجع للمؤسسات ولذلك تنهت. في المؤسسات لما يرفع العلم أرجو من أحد لازم يأخذ ولا من العلم، هل هو تقطع لونه بهت ولا لا؟ نعم ضروري. قواعد العلم، رفع العلم عشانك تحس بهذه المعزة. هو 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 شكلك، هو رمزك، هو هو حياتك، هو بلدك، هو فخرك. صحيح. لا يمكن تطلع من البيت بثيابك مقطعة. نعم. ليش ترضى على علمنا يتقطع؟ ما ترضى تطلع ثيابك مش حلوة. احنا في خير وفي نعمة، علمنا لازم يكون احلى حاجة. نعم. واجمل شيء. صح. فارجو من المؤسسات تهتم بالعلم ليتقطع ليتمزق مع الرياح، ولونه ما يكون باهت، واحجامه، احجام العلم عندنا حل الوحيد في قطر اللي شكله مش طولي، هو شكل له مقاسات مختلفه عن جميع اعلام العالم كله، كل دول العالم. نعم. علم قطر يختلف. واحنا أيضاً. كافراد دكتوره، احنا كافراد احنا اللي قاعدين مسوين مصايب. وراح ارجع بعد لو تسمحين لي، وهذا نداء مني من قناه الريان القطريه المحليه التي نشرت هذه الثقافه المحليه. أرجو من جميع السفارات عدم الاحتفال باليوم الوطني ووضع قطعة كيكة عليها علم قطر وتقطيع هذا العلم، لأن هذا أكبر خطأ. لها بروتوكول طبعا. أكبر خطأ أنك تقطع علم بلادك. نعم. لو حتى غير قطع علم بلادك معناها هذه تعلن الحرب، فما بالك أنا سفير وروح أقطع علم بلادي؟ هذه إساءة للعلم، إساءة للعلم. شوفي على مستوى المؤسسات، نعم. والوزارات. نجي حق الشخص العادي. نعم. الشخص العادي فبروتوكول العلم احنا لازم نعلم نفسنا الان. العلم لا يلبس كلبس. نعم. العلم، نعم، لا يوضع كستاره، لا يوضع على الطاوله، لا يعمل منه الحلق وكل شيء يعني. واكثر حاجه كب كيك وكل حاجه يعني كل حاجه صارت. هو يمكن قاعد تصير لانه يعني من الحب، ويمكن عن من الحب، بس عدم انا اقدر اضيف فيه. واكبر. نعم. مصيبه، أكبر مصيبة، الألعاب النارية اللي عملوها المتفرقعات اللي هي فيها علم قطر الصغير، ولما ينثر في الجو طبعاً لما يرتفع ترتفع أرواحنا معاه طبعاً. هو يلقى يعني العليا، عرفت؟ وبعدين يا حصة، وبعدين يلقى على الأرض، يعني يلقى على الأرض. تفضلي اسمحي لي أسألك، يعني مجرد ما بدنا نتكلم عن العلم
يعني تفاعلتي و... نعم نعم. وعيونك دمعت ف... العلم علم قطر مو بأي علم يعني عارفة شلون نعلم عيالنا هاي الإحساس الجيل نعم. الجاي شلون أخليه يتفاعل مثل دكتورة هيا وعيونه نعم. تدمع مجرد نعم. أنه يفكر نعم. في علم قطر خليني أقول لك العلم الآن أعتقد المؤسسات التعليمية بدأت تهتم بموضوع العلم في تحية العلم وأول ما بدأ هذا الشيء والفضل له قناة الريان يمكن هالشيء المعلومة ما حد يعرفه نعم. قناة الريان أول ما بدأت بموضوع رفع العلم نعم. عملت زي المسابقة حاجة أن رفع العلم هذه أفضل فريق أو أفضل شخص يرفع العلم في تحية العلم في رفعها وهي اللي بدأت قناة الريان بهالموضوع يمكن أنا يعني ما أدري تصدرون لا لكن قناة الريان من يوم ما بدينا نفكر في قناة الريان كانت هاي الموضوع عملية رفع العلم واحترام هذا الرمز اللي هو الأدعم وموضوع الأدعم يمكن قناة الريان اهتمت فيه جدا موضوع الأدعم اللي هو جاي من اللون اللي هو الأدعم العنابي شلون أعلم عيالي في البيت تحية العلم في المدرسة احترام لما احنا يكون السلام الاميري اوقف والعلم مرفوع اعلم عيالي لما تطلع من البيت لما تطلع من البيت ما تلبس ثوب لا تربطه لا ارفعه تعلم ترفعه ولا تخليه يطيح على الارض نعم خله مرفوع انتوا عارفين لما انت تمرين في اي مكان هذه طبعا لك معلومه لو انت اي شخصيه ثانيه مرت لقيت علمها في بلادي طايح على الارض يرفع كتاب رسمي لوزاره الخارجيه ان العلم مالهم القي على الارض ليش احنا نعلم نعلم عيالنا ان هذا علمك لازم يبقى فوق الادعام دايم فوق صحيح العلم دايم فوق انت قدس هالشيء الالعاب الناريه طيب انت مري على عيالك على اي محل قولي له الالعاب الناريه يا حبيبي الالعاب الناريه هي فيها اعلام قطر الصغيره لكنها ترتفع فوق لكنها في الاخر تطيح على الارض وانا يمكن كانت في مدرسه حضرت نعم. فيها كان يوم الوطني وكانوا مستخدمينه والله العظيم ما قدرت ابدا كلمتي كانوا مستضيفيني مع الدكتوره حنان ما قدرت أتكلم كلمة قبل ما شليت كل الأعلام وشالوها معي أنا ما تكلمت أنا لما نزلت أشيل الأعلام من على الأرض الصغيرة كل الطالبات قاموا يشلونها معي هذه هي رسالة وهذا هو بالضبط يعني رسالة. مثل ما قلتيها كلمة رسالة دكتورة اللي تفضلتي فيها يعني قاعدة تجسد يعني عندنا في يعني في كل صغير وفي كل كبير واليوم يعني يعني رؤية قطر طبعا من زمان يعني طلعت وقاعدين نتشربها يعني بطريقة تطبيقية على أرض الواقع ومن يعني هذه الرسالة ورؤية قطر احنا وعدنا يعني مشاهدينا بالأمس في تدشين كتاب رؤية قطر 2030 اللي قلنا بنتكلم عنه اليوم فهذا هو كتاب رؤية قطر طبعا انت لك دور كبير يعني في هذه يعني تطبيق هذه الرؤية دكتورة ويا ريت تشاركي لنا فقرة كتاب الاسبوع لهذا اليوم طبعا ركائز موجودة يعني والكل صار يعرفها في رؤية قطر احنا بس بنتكلم هني عن جماليات هذا الكتاب خلينا نقولها حصة بنقولها لان نقول هذه الركائز الأربعة لان فعلا انا بقول لك ليش يعني انا لمست ان بعض الناس ما يعرفون حتى ما هي الركائز ركائز رؤية قطر المحفوظ المفروض نحفظها مثل ما نحفظ قاعدنا هذه نحفظها نحفظ يدنا نحفظها أكيد. أربع ركائز التنمية الاجتماعية اجتماعية واقتصادية وبيئية وبشرية نعم. لازم نحفظها صم صحيح فطبعا الكتاب هني دكتورة مستعرض عندنا كلمة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني هني مثل ما ذكرتي دكتورة في صور يعني متفرقة لصاحب السمو أيضا ومثل ما ذكرتي هني عندنا عن التنمية الاجتماعية اللي يعني لو بنقول بنذكر فيها يلحظ الشق المتعلق بالتنمية الاجتماعية في رؤية قطر الوطنية 2030 نظاما للرعاية والحماية الاجتماعية لجميع المواطنين ودعم دور النساء في المجتمع وتمكينهن لكي يكون عضوات ناشطات فيه طبعا يعني انت لك دور كبير يعني بعد ايضا في تمكين المرأة على اساس يكونون عضوات نعم نعم أيضا يتكلم هنا عن التنمية البيئية ويذكر فيها من جهة أخرى فإن تأمين استدامة النمو الاقتصادي والاجتماعي يعني غير ممكن دون رؤية بيئية شاملة تضع في مقدم الأولويات أولويات الحفاظ على البيئة من أجل أجيال المستقبل في قطر هذه حصة لو تخليني الشيخة أوقف عندها أقل بس شيء بسيط يتفضل في إيش أنا لما نتكلم عن التنمية البيئية أنا راح أقربها حق المشاهد والمستمع يا جماعة احنا من زمان نقول ما عندنا فقع من زمان ما عاد يجينا الفقع ليش منا احنا السبب في ان احنا كل ما لوثت الارض لوثت الجو وما يطلع في الجو يرجع لي على الارض طيب انا قاعدة ألوث بيئتي الشيء الثاني عيالنا اول ما يصير المطر ويجي المطر دخلوا بسياراتهم في الوديان يعني احنا بعيننا نشوف شباب يتفقعون يدورون فقع يعني
وهو بسيارته. نعم. طيب أنت قاعد تسيء وتضر الوادي وتضر أيضا، طيب إيش بنحفظ حق أجيالنا في موضوع، حتى الموضوع مش موضوع فقع، الموضوع النباتات الجميلة الحلوة اللي كانت عندنا اللي روائحها كانت جميلة لما كنا نروح البر أول، ليش ندمرها؟ علشان كذي أنا أشوف أن فعلا نسبة الوعي بدأت تزيد يعني في هذا المجال من بعد يعني ما تأكدت وتركزت يعني فينا يعني هذه الرؤية. وكثيرة هي المواضيع الدكتور يعني في هذا الكتاب، يعني هني تتكلم عن رسالتنا بناء وإدارة أحدث المنشآت وتنظيم أكبر البطولات الرياضية، والكل قاعد يشهد يعني هذا الموضوع. طبعا هذه بالنسبة لكتاب الأسبوع لهذا كتابنا لهذا الأسبوع. وبكتاب الأسبوع أيضا نحب يعني نذكر مشاهدينا ودكتورة ودعاء أن عندنا هذا الأسبوع إن شاء الله موعد انطلاقة الدورة 24 من معرض الكتاب، طبعا راح يشارك فيه هذه التظاهرة الثقافية عدد كبير من دور النشر القطرية العربية وأيضا العالمية، ودعوة دكتورة للمشاهدين أن فعلا إن يحضرون يعني هذا العرس الثقافي وأيضا إن شاء الله العرس الوطني. ودعوة للقطريين لو حد كاتب أي مؤسسة أي مؤلفات أو أي حاجة، خلينا يعني في أن دائما نستغل اليوم الوطني في أن احنا ننجز، يعني ليش ما نخلي اليوم الوطني يوم الإنجاز لنا احنا كقطريين. صح. أنا كل سنة إيش سويت؟ كل سنة عمل لي حاجة، يعني حول حبك إلى شيء منظور، حاجة نقدر نشوفها. نعم. لا تقول لي بس أنا أحب وخلاص وتنتظر الآخرين يعطونك، لا أكيد. كل سنة خلونا نسوي شيء، يعني أنت والله يعطيكم الصحة والعافية في قناة الريان قاعدين كل مرة في الشهر اللي هو الدوحة، برنامج الدوحة. نعم. إن شاء الله عليكم كل مرة قاعدين وأنتم مذيعين قاعدين تعطونا تقارير، يعني في إنجاز ولأول مرة هي تحسب لكم، كل مرة قاعدين تعطونا غير دوركم أنتم قاعدين تعطونا إنجاز. نعم. حاجة يعني خارج نظام البرامج، ليش إحنا ما نعطي شيء ننجز؟ ليش ما نسوي بصمتنا إحنا؟ أعتقد أنه مطلوب منا، وهذه مناسبة اليوم الوطني إن كل سنة نسوي حاجة. أكيد. إذن دكتورة يعطيك العافية وما قصرتي. الله يعافيك. وطبعا بدوري قبل لنودع مشاهدينا أحب أذكرهم أن يكون في أن الأطفال على موعد هاي السنة مع مهرجان كتاب الطفل الأول، وبهاي التذكير أعزائي لا حد ينسى يروح ولا حد ينسى يأخذ عياله معاه. نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا ونشوفكم إن شاء الله على خير. إن شاء الله. العافية. الله يسلمك.